نروح لملف آخر، ويمكن الملف دي لي مجموعة من محبي متابعة الظواهر الفلكية تحديدا، لأن بكرة هيكون كوكب المشترى في أقرب مسافة لي من الأرض من 59 سنة. لكن السؤال هنا، هل ده هيكون ليه تأثير على كوكبنا؟ ده اللي هنعرفه من الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية. يعني صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك كل المشاهدين، وصباح الخير يا مصر. دكتور، في البداية عاوزين نعرف الظاهرة دي، ان كوكب المشتري هيكون في اقرب مسافة من الارض، ايه السبب فيها؟ اولا لو حضرتك بس تسمح لي كده نوضح للمواطنين ان احنا طبعا الفترة الاخيرة مع تقدم التكنولوجيا اللي احنا بنشهده، وطبعا التسارع الكبير في برامج الفضاء، يمكن لاحظنا بقى لنا داخلين على سنة اهوت تلسكوب جيمس ويب أطلق في ديسمبر الماضي، وبدأت صور كتير ومعلومات يعلن عنها فريق جيمس ويب، وبالتالي بدأ يبقى عندنا تطورات جديدة ومعلومات جديدة عن الكون اللي احنا فيه، ودين بينا يعني تطور عمر الكون للحسابات والدراسات الموجودة من 4.5 مليار إلى 13.5 مليار، وما زال في معلومات كتيرة هنقولها. احنا دورنا كمعهد، وطبعا بنشكر حضراتكم للتواصل وتوصيل رسالة المعهد للمجتمع العام في مصر، وخاصة هواة الفلك والظواهر الفلكية. احنا شهريا بنصدر بيان بالظواهر الفلكية اللي موجودة، اللي منها ان شاء الله النهاردة هنشوف مساء اليوم، يعني هنشوف كوكب المشترى، والمشترى واحد من اكبر الكواكب اللي موجودة في المجموعة الشمسية، وبيتميز طبعا انه كوكب مكون من الغاز غازي، بيدور حواليه اربع اقمار، ودول من الاقمار الجميله وطبعا مسمياتهم معروفه وشهيره، يعني مش هنتكلم عليها حاليا. وجوده طبعا في تقابل مع قرص الشمس النهارده بيخليه اكثر اضاءه عن اي يوم في الفترات الماضيه، فعلا بقاله عشرات السنين. وكون ان هو في تقابل مع قرص الشمس مباشره اكثر اضاءه، معناه ان هو طول الليل هيبقى واضح للرؤيه بالعين المجرده، لكن اللي معاه تلسكوبات صغيره او كاميرات معظمه هيقدر يشوف الاقمار الاربعه اللي بيدورهم حوالين المشتري. احنا طبعا عارفين ان كل جرم سماوي ليه مدار، وطبعا زي ما ربنا احكم الصنع في هذا الكون، اذا طبعا ما فيش اي احتماليه ان اي جرم سماوي سواء كوكب او كويكب انه يصطدم بالارض لا قدر الله. طبعا دي يعني معلومات مش صحيحه، او بعض من مروجي الشائعات على مواقع التواصل بيحاولوا من حين لاخر ينشروا حاجات زي كده اطلاقا. مسافه يعني بعيده جدا، وايضا بعد المشترى عن الارض ما فيش اي تاثير، يمكن احنا اقرب الاجرام السماويه لينا اللي هو الارض، والعلاقه ما بينه وبين الارض في ظاهره المد والجزر، ودي بتبقى واضحه للناس اللي هم مرتادي الشواطئ او المناطق الساحليه. ما دون ذلك ما فيش اي تاثير سلبي خالص لتلك الظاهره، لا على الكوكب الارض ولا على الحياه عليها ولا داخل المجموعه الشمسيه، لانه كوكب المشترى بيدور في مساره الطبيعي في مداره حوالين الشمس. زي ما قلت لحضراتكم الجديد فيه ان هو في تقابل مباشر مع قرص الشمس، وبالتالي الإضاءة جديدة واللمعان جميل. يعني أتمنى يعني تكون أمسية فلكية لكل هواة وعشاق الظواهر الفلكية يستمتعوا برصد وتصوير كوكب المشترى ان شاء الله. طيب دكتور جاد، يعني هل ممكن انه مثلا نشوف هذه الظاهره بالعين المجرده، ولا لازم يكون زي ما حضرتك اتكلمت انه يكون في تلسكوب؟ وهيكون الساعه كام تقريبا؟ مع الظاهره هيتم رؤيتها بالعين المجرده، هيتشاف المشترى، لكن الكواكب او الاقمار اللي بتدور حواليه طبعا لن يتمكن من رؤيتها بالعين المجرده لان حجمها صغير جدا، فدي محتاجه تلسكوبات. وطبعا احنا عندنا في المعهد سواء في المقر رئيس الحلوان او في مرصد الاقتناء الفلكي يعني مرحب بالجماهير وعشاق الفلك يشرفونا. الظاهره مع غروب الشمس وشروق المشترى في نفس التوقيت تقريبا، هيبدا رؤيه الظاهره لحد قبل الفجر بدقائق بسيطه، وده يعني زي ما قلت لحضراتكم هيستمر الظاهره تقريبا طول الليل. طيب هل الظاهره دي يعني التقابل يعني بيكون في شائعه احيانا كده لهذه الظاهره بالنسبه لكوكب
المشتري بيقابل كوكب يعني آخر كل كام شهر تقريبا يعني؟ لا يعني زي ما قلت لحضرتك في عدد من الشائعات والمعلومات المغلوطه، عشان كده يعني تواصلنا مع حضراتكم وكل الوسائل الاعلاميه لتوضيح تلك الحقائق ودرء الشائعات. احنا عارفين ان كل جرم سماوي سواء كوكب او مجموعه نجميه كل له مداره، كلهم في فلك يسبحون. ظاهريا بيكون بعض الاجرام، ودي يعني في خلال الشهرين اللي فاتوا تحديدا كان في عدد من الاقترانات الظاهريه. نعم. يعني اقتران ظاهري يعني في على سبيل المثال المريخ بيدور في مداره في السماء، وايضا القمر، وعندنا مثلا المشتري ظاهريا بنشوفهم في مسافه ورا بعضهم فبنقول عليهم اقتران، لكن طبعا المسافه ما بين كل جرم او كوكب والتاني يعني الاف الكيلومترات، فاستحاله يكون في اي علاقه او اصطدام او اي تقابل او اي خطوره طبعا على الحياه سواء على الارض او داخل المجموعه الشمسيه. طيب دكتور جاد، خلينا نعرف من حضرتك يعني ونستغل وجودك معانا النهارده، نعرف منك اهم الظواهر الفلكيه اللي هيتم رصدها الايام القادمه. احنا عندنا يمكن طبعا احنا من يومين بس احتفلنا مع الجميع ببدايه شهر الخريف فلكيا، مع ان بعض الناس لسه شايفين الجو حر. طبعا يعني المواسم فلكيا مختلفه نسبيا عن اللي بنشعر بيه بدرجات حراره المناخ. اعتقد شهر سبتمبر هيكون فيه، طبعا النهارده في المحاق بتاع شهر ربيع الاول، كل سنه والجميع بخير. هينتهي شهر سبتمبر بان القمر والقلب العقرب هيكون في اقتران ليهم يوم 30 سبتمبر. احنا هيكون في شهر اكتوبر عندنا ظاهره فلكيه متميزه جدا الا وهي كسوف للشمس، ده يوم 25 اكتوبر تحديدا، وان شاء الله يعني المعهد بنرتب احتفاليه في اكثر من مكان في عموم الجمهوريه بحيث نتيح الفرصه لاكثر لهواه الفلك ومحبيه ان هم يستمتعوا برصد الظاهره. ويعني طبعا هنستغل الوقت ده ونحذر الناس، طبعا اي ظاهره مرتبطه بقرص الشمس بنقول للناس ما يبصوش لقرص الشمس بالعين المجرده لان ممكن لا قدر الله تصيب بالعمى، لكن ما دون قرص الشمس استمتعوا بالظواهر وصوروها بالعين المجرده يعني ان شاء الله باذن الله ونستفيد كلنا من تلك الظواهر الفلكيه. ان شاء الله. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.